يسمعون زلفة كانوا من حبي الموسيقى الكلاسيكية، وكان دايما يقول إذا الله عطاني العمر وصلت على الحكم بدي أعمل مشروع كبير لبعلبك. بسنة 1955 مع جون مارشا سوسيتير دو لا كوميدي فرانسي عطيوا في قلعة بعلبك أربع حفلات، منهم لا غير دو تروا نورا باليو، انتيغون دانوي، البيكوليك دو فيرجيل، ايبوليوك دو كورني. دعتني الست زلفة شمعون تطلع معها واحضر هالحفلات ببعلبك، وحضرنا حفلة بوليوك وفعلا كانت عظيمة جدا. فلما رجعنا على القصر الرئاسي قالت للرئيس شمعون قديش كانت رائعة هالحفلة، فرأساً قال له هلأ عرفت شو بدي أعمل ببعلبك سنة 56، بدي أعمل مهرجان كبير يعرف العالم إنه في ثقافة وفي فن وفي سياحة بلبنان. سيداتي سارق، يسرني بعد ما سمعته وفي هذه الليلة أن أعلم أن مهرجانات بعلبك قد أصبحت من المؤسسات الرسمية كسائر مؤسسات الحكومة الرسمية التي تدعمها موارد خزانة الدولة، وأنني أأمل بأنه سوف لا تمضي سنوات قليلة إلا وتصبح مهرجانات بعلبك من المهرجانات العالمية كأكبر العواصم التي اشتهرت في المهرجانات من هذا النوع.